السلام عليكم، الله يمسيكم بالخير ويبارك فيكم، وفقنا الله وياكم حب يرضى من بعد، سأل الله منا وكرمه أن يوفقنا وياكم جميعا سلم. يعني ممكن أحد يقول شبلاه متلثم مشاكل والدنيا عادي، وأقول لكم البرد دخل أبتشت ويا ربعنا، سأل الله يحفظني وياكم جميعا سلم ويجعلها سنة خير علينا على جميعا سلم ينفع ما نقول. اللهم أمين رب العالمين. في يعني كذا واحد من الأخوان يكلم يقول يعني التطويف وتطويف، هذا الموضوع اللي نزلته أمس يمكن مدري قبل أمس والله ناسي بالضبط. يا أخوان الكلام اللي قاعد أقوله أنا ما قاعد أقول كلام من عند راسي ولا هالشكل، أنا أقول إذا مكان دافي عقابة للطير طوفه ثاني يوم وبكرة تهد له حمامة عادية، لازم يصيد ثاني يوم لازم يصيد، ركزوا على كلامي. ذال عليه من البرد لا تعرفه بنفس المكان، هذه الملاحظة والشيء الخطأ اللي شفناه وعرفناه انه خطأ، انك لا نزلت الطير لا دبه وهو توه مطرح من صيده، لو لاحق 100 كيلو اقول لك لو شنو لاحق كثر ما تقدر، لا تعلفه لا نزلته من هو مطرح الطير حل على حامة انزله من الصيدة عامة، يعني انزله وعلفه هذا ترى انا خراب يعني اللي قاعد اسويه للطير، وخليه ما يتكع على نفسه ولا يلحق ولا يصمل، ليه؟ عارف في واحد وراه يعني عالفه. كم مرة نعيد ونكرر الموضوع هذا لكن نبي نعال تستوعب. ركزوا يا اخوان انا اقول لكم اياها، الطير اذا كان وحش انزله تدريجي تدريجي، يعني في طيور مرت علي يصمل ويلحق وينزل الحمامة، ركزوا على كلمة يصمل، يلحقها الحوق منقطة ينزلها طقة طقتين ثلاث ما علقت أربعة بدأ يحل عنها بشكل. النوعية هذه منها تنزل تدريجي، يعني اليوم شنو أعطيته؟ أعطيته نص تنداه ورجعها على حسب الطيف طبعا، بكرة أعطيه نص تنداه نص صافق، الحمامة يجي فيها صافقين نص بنص تشلخ يصير نص تنداه نص تنداه، هذا أعطيه، هذا طبعا الطير اللي يكون يعني شهانة ولا جرتبع ولا هذا شوي شوي، والله أعطيه رجل وثاني يوم يخفز بالطير ويمسه البرد ويرثع فيه ويرثع بالطير رثيعه، وبعدين يقول والله العظيم ما أدري أنا، ركز شوي شوي تدريج، عندك الميزان تقيس تشوفه قياس نفس أمس ثابت، إذا نفس أمس بالضبط أعطي ربع تنداه نفسها ما ضلت نفسها لازم ينزل، وحنزل تدريجي شوي شوي، يعني كان أقول لما أقول مثل طير يكون وزنه 750، ركزوا على كلامي، يلحق ولكن الحوق قوي يعني يصح فوق الصيد وينزلها ولكن ما يصمل فيها، كم طقة يتملل لأنه مو بحاجة طرح على طول، هذا النوعية شوي 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 لين شنو، ركزوا على كلامي، راحت عليه أعلفه متى؟ إذا ما أعلفه أنا بالليل، يعني علفته ثاني يوم أعطيه حمامة عادية يعني زينة، أنا عارف أني أقدر عليها، مو قصدي بالحلا وسلام ومدري شلون، لا ما ينفع الشكل، صاد ثاني يوم ثالث يوم أقصد أقيسه قبل الهدد، نازل عن وزن اللي طرح فيها قبل أمس، هد الحمامة شنو؟ سلم، وشوف صملته فيها بقوة جناحه وقوة صملته، طق 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 معاها معاها لين يطرح ثبت على وزن هذا، أما يخفز فيه يرفع على الطير هذا خراب للطير وما ينفع، لازم تدريج التنزيل، ما أخفز الطير يعني لازم أشوف قوة صملة الطير مع الصيدة بالوزن اللي يكون يوم يشوفه أنا، وأنصح الأخواننا اللي ما يحفظ يكتب كتاب الملاحظة، وزن الطير اليوم فلاني، الخميس الخميس، الجمعة الجمعة، أكتب الشكل عشان أعرف وزن الهدد، صار وزن الهدد يعني من 700، إحنا قلنا قبل شوي 750، صار 730 هدد، هدات خلاص طلع على الوضع هذا أموره طيبة، ما يطرح ولا شيء، ثبت عليه، 720، 710 على حسب، طلع عن طريق يفرق يعني، أسأل الله يوفقنا وإياك جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.